مرحبا، أنا نديم من قناة عز عود. اليوم درسنا كثير مهم، راح يحكي عن المتطلبات الأساسية لكل عازف حتى يقدر يعزف التقاسيم بشكل متكامل، بشكل جميل، بشكل يطرب المستمعين. في عندنا كذا متطلب لازم العازف يلم فيه. أول شيء لازم العازف يعرف يغني الموال، حتى لو ما كان صوته حلو بس لازم يعرف يغني الموال ويعرف هذا الموال على أي مقام. هذا الشيء بيساعده كثير بموضوع التقاسيم. الأمر الثاني، لازم العازف يعرف المقامات، وهذا الشيء بدي أفصل فيه شوي. شو لازم يعرف عن المقامات؟ لازم يعرف اسم المقام، لازم يعرف درجة ركوز المقام، لازم يعرف تحويلات المقام، لازم يعرف الأجناس الفرعية المشتقة من المقام، لازم كمان يعرف غماز المقام، ولازم يعرف خصوصية أو شخصية المقام. هاي الأمور عن المقامات لازم يعرفها كل عازف. بالنسبة للأجناس الفرعية المشتقة من جنس الفرع، يعني على الأقل لازم بالبداية يعرف جنس أو جنسي. هاي الأمور إذا ما عرف عن المقام بضل الأمور التقاسيم غايبة عنه، بضل عم يقسم بشكل تقليدي. ونحن الهدف من التقاسيم إنه تكون تقاسيم بتعبر عن شخصية العازف، بتعبر عن إحساس العازف، يكون فيها شيء من شخصية العازف اللي بده يقدمها لجمهور المستمعين. ثالث شغلة، وهي شغلة مهمة كمان، لازم يعرف يعزف الريش بأنواع الريشة الثنائية والريشة الثلاثية بأنواع الكتيرة، لأن الريشة الثلاثية ما لها نوع واحد، في عنا كذا نوع لها، الريشة الرباعية، الريشة الخماسية، وهكذا بما فيهم الفرداش. كمان الفرداش ما بيكون عشوائي، الفرداش له ضوابط، وإن شاء الله بدروس جاي راح نحكي عن أنواع الريش، راح نحكي عن الفرداش، عن هالأمور هاي كلها راح نحكي حتى يكون في عندكم علم كافي فيها. الأمر الرابع، لازم تكون تقسيمي متدرجي بشكل منسجم مع أذان الجمهور. يعني ما بصير نبدأ بالتقسيم منين ما كان، لازم التقسيم غالبا هو الشيء التقليدي، تبلش من القرار وترسخ المقام بذهن المستمعين. في بعض العازفين بيبلش من الجواب بس، بيكون متمكن وعارف كيف يبلش من الجواب وكيف يرسخ المقام بشكل غير تقليدي، بس بشكل بيكون جميل عم يطلع معه. نحن بالبدايات نبلش بالتقسيمي من قرار المقام، منركز المقام، بعدين منبلش نقسم بجنس الجذع تبع المقام، بعدين نطلع على جنس الفرع، بعدين ناخذ الاجناس الفرعيه المشتقه ونطلع على الاكتاف الثانيه، وبعدين القفله بتكون بالرجوع التدريجي لحتى ننهي التقسيمي بشكل متباطئ شوي، لحتى تكون تقسيمي منسجمي مع اذان المستمعين، وتكون تلاقي القبول، تكون تقسيمي متكامل، تكون تقسيمي تقدر تطرب يلي عم يسمع. الأمر الخامس، لازم يكون العازف كثير الاستماع، لازم يستمع للتقاسيم، وخصوصا من العازفين المحترفين يستمع ل تقاسيم، يعرف هالتقسيمة هاي شو مقامها ويستمع لها مرة وتنتين وعشرة، يحفظ بالبداية بعض الجمل الأساسية والمفتاحية اللي بتساعده بأمور التقاسيم. الشيء السادس والأخير، لازم يكون العازف يعرف كيف يعزف التحليات، والتحليات هي يلي بتحلي العزف، وهي يلي بتعمل الطرب عند
المستمعين. وأنا حكيت بدرس سابق عن أنواع التحليات وشرحتها، وبتمنى ترجعوا لها راح تلاقوا شرح يهمكم تستفيدوا منه عن التحليات. هالأمور الستة هاي يلي بيمتلكها أنا بأكد لكم أنه راح يكون عازف تقاسيم متمرس. طبعا التقاسيم معروف أنها أهم من عزف الأغاني، لأن التقاسيم أول شيء هي أساس، ثاني شيء هي بتعبر عن شخصية العازف أكثر من الأغاني يلي بتقيدوا فيها النوتة والإيقاع وغيره. التقاسيم فينا نبحر فيها، فينا نعبر فيها عن شخصيتنا، عن مشاعرنا، عن إحساسنا أكثر من الأغاني. بتمنى هالأمور هاي الستة تحطوها بذهنكم، وإن شاء الله الدرس الجاي راح يكون في تطبيق على تقسيمي على مقام معين راح نختاره ونشرحه بشكل متكامل، بتكون تطبيق عملي على العود. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من الاشتراك والإعجاب حتى تظلوا متابعين معنا وحتى تشجعونا أكثر. بشكر مشاهدتكم، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم.